في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. تكلمنا مع بعض عن أسباب كثيرة تعيننا على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، وأتمنى من قلبي الآن أن نكون تشجعنا أن نفتح كلام الله سبحانه وتعالى ونقرأه بتدبر. هناك سبب عظيم يجعلنا بإذن الله نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى بشكل روحاني. هناك سبب عظيم ومهم، وهو يعتبر من أعظم أنواع التدبر، أنك تستشعر عندما تقرأ القرآن أن الله سبحانه وتعالى يخاطبك أنت، وأنت تقرأ القرآن تستشعر أن القرآن الآن ينزل عليك ويخاطبك أنت. هكذا هو التدبر العظيم. هذا السبب العظيم يجعلك بإذن الله تعالى تستشعر بأثر على نفسك، بأثر روحاني، بخشوع. انظر إلى قصة الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه. الفضيل كان من أشهر قطاع الطرق، كان يقطع الطريق، كان يفعل الذنوب، كان يحب جارية. في يوم من الأيام كان يريد أن يذهب إلى تلك الجارية، فصعد على الجدار ليذهب إليها ليفعل الحرام، وإذا به فوق الجدار يسمع أحد الرجال يتلو كلام الله سبحانه وتعالى بآية عظيمة جدا. فسكت الفضيل يسمع، ما هي الآية؟ يقول ربي عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سمع أن الله سبحانه وتعالى يقول ألم يأني للذين آمنوا، فشعر أن الله سبحانه وتعالى يخاطبه، فقال نعم بلى وربي قد آن. فبهذه الآية عندما استشعر أن الله سبحانه وتعالى يكلمه، فبدل الله سبحانه وتعالى حال الفضيل رضي الله عنه وأرضاه من حال إلى حال، من أشهر قاطع طريق إلى أشهر عابد زاهد بجوار الحرم. الله أكبر. استشعروا دائما أن الله سبحانه وتعالى عند قراءتكم للقرآن أنه يخاطبكم. والله نحن غافلون عن آيات الله سبحانه وتعالى، يقول ربي عز وجل: قل هو نبأ عظيم. القرآن أنتم عنه معرضون. نتذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بتلك الآيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح قلبي وقلبكم للقرآن، وأن يفتح قلبي وقلوبكم لكتاب الله سبحانه وتعالى. أنت حياتي نبض قلبي مثانيك، وأنت لها الربان وأنت شراعة مع الكرامة للسماوات حاديك، من يحفظك في الخالدين ارتفاع. بفضل من الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى هذه المدرسة القرآنية، مدرسة تعليم اللغة العربية واللغة الصينية والقرآن الكريم
في قرية طاين في مدينة يشو في الصين ما شاء الله تبارك الرحمن، والتقيت بالشيخ يوسف عبد الرحمن مدير المدرسة وتجولنا مع بعض في هذه المدرسة القرآنية. شيخنا ما شاء الله هذه المدرسة الكبيرة، المدرسة الرائعة ما شاء الله في حفظ القرآن وتعليم اللغة العربية والصينية في هذا المكان. هذا المكان ايش شيخنا؟ هذا مبنى تدريس للطلبات. نعم. هذا فقط؟ نعم. لا المسؤول للنساء. نعم. في طبق الثاني. طبق يباتون هنا حتى أماكنهم هنا؟ أيوة. يباتون في هذا المكان. نعم. أيوة. نعم. وهناك؟ هناك إمارة تدريس للطلاب. نعم. يعني أن خضرة تدريس. نعم. موجود هناك. نعم. أيضا. وورانا. هذا ورانا مبنى الأساتذة يباتون هنا. نعم. يعني شيخنا كلهم يباتون في هذا المكان، لا يخرجون من هذا المكان؟ نعم. الطلبة يعني والطالبات يباتون. نعم. لا يخرجون أبدا. نعم. ما شاء الله. إلا يوم الأحد فقط. نعم ما شاء الله ما شاء الله. أيه. لا أحد يذهبون إلى أهلهم. نعم. نعم. السلام عليكم شيخ يوسف. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه تعتبر في المدرسة هي روضة. روضة هذه. أيوة. كم طالب عندكم تقريبا؟ كم طفل؟ 200. ما شاء الله. حوالي 200. ما شاء الله تبارك. ولكن ما لا أسف يعني الحمد لله يوجد الأطفال غير المسلمين. يعني لماذا الآن يدخلون؟ نعم. يدخلون لدراسة علوم الإسلامية. لماذا؟ يعني رخوص. نعم. رخيص جدا. نعم. هكذا. نعم. وبالإضافة إلى يعني كثير من الأطفال. نعم. من الأطفال يتعلمون يعني يعرفون تعليم الإسلامي يعني عن تربية. نعم. منظر عجيب وجميل ما شاء الله تبارك الرحمن. ولفت نظري الشيخ يوسف. أيوة. هذه الكلمات الجميلة ما شاء الله. نعم. حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الأحاديث. قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. يعني هذا الأساس، هذا الأساس التوحيد. يعني فلابد نحن أن نعرف. الله أكبر. أن نعرف. وبالإضافة إلى يعني كثير من الأطفال غير المسلمين يعرفون ويحفظون. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. تفضل شيخنا. هذا ما شاء الله قاعد. هؤلاء هم الأطفال. قاعد الأطفال. نعم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هؤلاء الأطفال يبدأون من هذا المكان يتعلمون اللغة العربية وتعاليم الإسلام ومبادئ الإسلام والتوحيد والعقيدة ما شاء الله تبارك الرحمن، ثم يبدأون من بعدها بحفظ كتاب الله عز وجل. شيء يفرج الصدر حقيقة. شوفوا معي هذا ما شاء الله يعني كل طالب وصورته. نعم. صورته مع كوب الماء مع كوب ومع الفوطة ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. شيخ يوسف هذا الملعب، هذا المكان لماذا؟ ملعب الأطفال يلعبون فيه الأطفال. يعني بعد انتهاء الدرس يعني يلعبون. لا بد من اللعب للأطفال. نعم يعني كثير من الأطفال يخافون الدراسة. نعم. فلابد بعض الوقت يلعبون وبعض الوقت يدرسون. نعم نعم نعم. هذا جيد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. مكان جميل. السلام عليكم. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله المدرسة تدرس اللغة العربية. ما شاء الله ما شاء الله. يعني كيف يكتب وكيف يقرأ. ما شاء الله. يعلمونهم كلمة كتبة ما شاء الله. نعم ما شاء الله تبارك. يعني مصر كاف مصر هالشكلي شكل سفينة. نعم. مثل السفينة يعني هذا
هذا فن، هذا فن وتدريس. نعم فن وتدريس ما شاء الله. ولابد كثير من الأطفال مصر وأكاف ومصر السفين. نعم. لا أنا أريد طالبا طالبا. ما شاء الله. ما شاء الله. أنا أعرف ما هي المشقة حتى يعني يستطيعون أن يقولون هذه الكلمة فقط كلمة كتبة. ما شاء الله تبارك الرحمن جهد مبارك وفن حقيقة في التدريس. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويبارك في جهودكم. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشع عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله. مستمتع جدا أنا وفريق البرنامج ما شاء الله، نتجول في هذه المدرسة ونرى ما شاء الله حفظة القرآن، ونرى الصغار يتعلمون اللغة العربية والبنات يتعلمون اللغة العربية، كل هذا من أجل أن يحفظون القرآن الكريم هنا في الصين. والآن أنا في هذا المكان وفي هذه المدرسة خلفي المكان الذي يؤذنون فيه، مكان جميل جدا، هذه طريقة عندهم في الصين، وهنا ما شاء الله المسجد، وحولنا ما شاء الله حفظة القرآن ومن يتعلم القرآن، ومعي أحد المدرسين في هذه المدرسة شيخ يوسف العزيز. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. طيب إن شاء الله. مرحبا بكم إلى الصين. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا شيخ، الله يبارك فيك يا شيخ يوسف. ما شاء الله شيخ يوسف، ماذا تعلم في هذه المدرسة؟ أعلم القرآن الكريم. نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ما شاء الله شيخنا، كم عمرك؟ عمري 26 سنة. ما شاء الله 26 سنة، صغير في السن، شاب، ويعلم الناس القرآن ويعلمهم كيف يقرؤون القرآن، وغالبهم لا يعرفوا اللغة العربية. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ما سعد الحفاظ في الأزمان. في هذه المدرسة، مدرسة طاين، يعلمون حفظ القرآن لجميع المراحل من الحضانة إلى كبار السن الأميين. ستشاهدونهم معي إخوانكم في الصين كيف يحفظون القرآن ويتعلمون القرآن ويقرؤون القرآن. نفسه ابتغاء لضيق الوقت في الصين والمناطق البعيدة من منطقة إلى منطقة،
طلبنا من حفظة القرآن في هذه المقاطعة أن يتجمعوا في مسجد واحد، وأخبروني هناك الصينيين أن لأول مرة في هذه المقاطعة يجتمع حفظة القرآن في مكان واحد. الشيخ موسى هو أحد حفظة القرآن هناك، تكلم معنا بكلام رائع عن القرآن، فعلا إنه داعي إسلامي حكيم، وبين لي صعوبة اللغة العربية في الصين. والله هذا الأمر بالنسبة للمسلمين في بلاد الصين شيء صعب جدا. أولا نزل القرآن بلسانكم بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ومنذ ما دخل الإسلام في بلاد الصين منذ تاريخ حتى اليوم أحب المسلمون كتاب الله عز وجل، ولكن الحب مختلف، وأسلوب التعليم والتدريس في المساجد منذ تاريخ إلى اليوم مختلف جدا. وبفضل الله عز وجل فيما أظن وفيما أقدر بدأ عناية المسلمين بشكل عام وبخاصة بتحفيز القرآن الكريم تقريبا قبل 30 عاما، لأننا قليلا ما نسمع أن فلان وفلان من علماء القدماء في تاريخ الإسلام في بلاد الصين هم يحفظون القرآن كذا وكذا، لا، أقل جدا وقليل ما هم. ولكن بفضل الله عز وجل في هذه السنوات الأخيرة قد أنشئت كثيرا من المعاهد ومن المدارس لتحفيز القرآن الكريم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. مثلا أنا الحمد لله رب العالمين مزمع حفظ القرآن الكريم عام 2001، يعني قبل 11 سنة، أنا أختم القرآن لقومي في شهر رمضان وفي غيره. في شهر رمضان مرة واحدة، في كل ليلة جزء واحد، وفي غير شهر رمضان في كل 3 أشهر في صلاة الفجر. في كل صلاة الفجر يحتاج إلى تقريبا 23 دقيقة كي يسمعوا القرآن كاملا قبل القبر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. الحمد لله رب العالمين، عندما درست في الحرم النبوي الحمد لله وجدت شيخا متقنا مراقبا، هو في مجمع المصحف في المدينة، أستاذي وشيخي عبد الحليم، هو من مصري. عندما أمامه أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خطأ كذا، أنا لا أدري كيف أخطأت وأين خطأي هكذا، وكلوا من رزق، خطأ شكل الفم ما شاء الله، وكلوا من رزق، رقق الراء كذا وكذا. عندما رجعت إلى بلدي ووجدت قومي ووجدت إخواني وزملائي يقرؤون هكذا ما شاء الله، أنا مستعد جدا وأشجعهم وأقول لهم لابد أن، يعني كيف أقول، نجد أستاذا متقنا يعلمنا ويرشدنا ويصحح أخطاءنا. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن الكريم وحي من الله، ربات بين السماء والأرض، مجانا، قوة سماوية أنزله الله علينا كتابه هذا العظيم. نحن سبحان الله، أنا أخاف تلك الآية، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وكل الناس خاصة المسلمين إخواننا وأخواتنا ممن يقرأ القرآن ويتدبره، وممن يتعلم القرآن ويعمل به. عبير الروح حين يفوح، وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح، عريج العشق بين الدوح. عبير الروح حين يفوح، وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح، عريج العشق بين الدوح. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. مع القرآن يحلو السير، سنايا النور بالتفكير، على الأرواح بالتحذير، في الخير من القرآن للإنسان، على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان، لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان، على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان، لا نرجو سوى الرضوان.